بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو إخواني موجه إلى كل مواطن في البيت، لازم لك تحمي نفسك من أخطار التيار الكهربائي. والكثير منكم مركبين وسائل الحماية مثل المأخذ الأرضي وكل شيء، ولكن هذه الأشياء مرات تكون تتوقف سواء بسبب المأخذ الأرضي أو بسبب القاطع التفاضلي. اليوم إن شاء الله مع بعض راح نشوفوا طريقة تفقد هذه الأشياء. إذا ما لقيناش الأمور تمام يجب الاتصال فورا بكهربائي لتفقد المشكلة. طبعا إحنا ما نتصلش مباشرة، نديروا هذا الإجراء. أول شيء عندنا هو نجيبوا جهاز أفومتر ونضبطوه على التيار المتناوب بهذا الشكل، تيار متناوب على 600 أو 500 وكل واحد كيفاه الكاليبر تاعو. طبعا ونجيبوا هذا المجسات تاعو. عندنا ثلاثة اخواني الكرام، عندنا الارضي وعندنا واحد فاز وواحد ناتر. طبعا حنايا كي نفقد التيار بين الفاز والناتر شحال نلقاوه؟ شحال وراها 229 عادي، واضح. الان نشوفوا بين نخلي واحد هنا ونتفقدوا شحال لقيناها 229. هذا واش معناته؟ معناته ان الارضي سليم 100%. الى لقيت التوتر نفسه هنايا مع نفسه هنا، معناته انه عندك. وايضا تقدر تتفقد طريقه ثانيه، واش هي؟ تشوف بين الارضي ولا لازم يكون صفر تماما. هذه اول حاجه باش نتفقدوا باللي الارضي راهو يعمل. الان كيفاش نتفقدوا باللي عندي القاطع التفاضلي نتاعي اللي رانا مركبينه يعمل؟ اول شيء نجيبه بهذه الطريقه مصباح هكذا، وعنده سلكين من هنا مفتوحين. طبعا بالنسبه لي الفاز ها هو الفاز اللي منا، والارضي ها هو. اش راح نديروا حنايا؟ راح نحطوا سلك من اسلاك المصباح هذا، واحد نحطوه في الأرضي وواحد نحطوه في الناتر. الطريقة هكذا ونشوفه إذا انقطع التيار الكهربائي معناته أموري تمام. إذا ما انقطعش التيار الكهربائي معناته عندي خلل في القاطع التفاضلي. إذا راح نشوفه مع بعض، لاحظوا احنا عندنا هنا واش عندنا؟ عندنا التيار انقطع. دوكا نشوفوا نتفقدوا مع بعض القاطع التفاضلي ونشوفوه اسكو اذا خدم ولا ما خدمش. هي مادام انقطع التيار الكهربائي راه خدم. ايوا لاحظوا اخواني واش صرا عندنا. عندنا هنا العداد وهبط، وعندنا هنا خرجت باللون الاحمر. واش معناتها؟ معناته ان هذا خدمته. هنا نعرف باللي هذا راهو خدمته، وبالتالي ما عندنا حتى مشكل. عندنا طريقه اخرى ثانيه نتفقدوا بها اذا خفنا من الكهرباء، نطلعوا بهذا الشكل، ولكن هنايا نضغط على هذا الزر تاع تيست. اذا خدم عادي معناتها امورنا تمام وما شاء الله. وطبعا بالنسبه لهذا رانا درنا عليه فيديو من قبل، اللي هو كيفيه الضبط وما هي دوره والعمل عليه وغير ذلك من الامور، اللي هو البروتيكتور دو تونسيون. الى هنا نصل اخواني الكرام الى نهايه الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتم. ما تنسوناش دعم القناه، اللايك، وتشاركوها مع اصدقائكم وتبارطاجيونا ان شاء الله. وبارك الله فيكم. السلام عليكم.